عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى. أحييكم لنستكمل برنامج هذا اليوم، وهو اليوم الأول لمهرجان الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أرحب بكم في مساء هذا السبت 26 من محرم لعام 1424 هجرية، 29 من شهر مارس لعام 2002 ميلادي، وهو تاريخ هذا اليوم الافتتاحي لهذا المهرجان. وباسمكم جميعا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، يسرنا ويسعدنا أن نرحب بسمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحضور الشخصي الكريم لمتابعة ورعاية أشواط هذا اليوم. وكما نرى على شاشة التلفزيون شوط اللقاية أبكار، الشوط الأول وهو الشوط الرئيسي لقاية أبكار لأصحاب السمو الشيوخ حكام دول مجلس التعاون وميدان الشحانية. يرحب بكل الضيوف الكرام من كل الدول، من كل دول مجلس التعاون والدول العربية الذين جاؤونا لنحتفل وإياهم بالمشاركة والمنافسة الشريفة. هذا الشوط هو شوط القمم للقاية أبكار لأصحاب السمو الشيوخ، مسافته 5 كيلومترات وجوائز نقدية قيمة، إضافة إلى جائزة الفائزة بالمركز الأول وهي تيوتا ستيشن جي لونها أبيض مقدمة اللي تنال الناموس. هذه مقدمة الشوط، ونرى شعار مسيكة يحتل المركز الأول منذ البداية لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ويضمر مسيكه السيد ناصر بن مسفر. بينما هناك ملاحقة من الضيفة ندي الشبه لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد احمد بن حماد المحيربي وهي ضيفة من الامارات العربية المتحدة. وفي المركز الثالث يا سلام شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الامارات، وهي اريام تتدخل بكل قوة وتحتل المركز الاول، لمضمرها السيد سعيد بن مطر بن فرحة اجتبي. وأنا نرى في هذه اللحظة ند الشبه أخذت المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر السيد أحمد المحيربي بن حماد. المركز الثالث لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني اللي هي الشرود، والمضمر السيد محمد بن المضمر السيد عبيد بن حمد بن شينان المري، وتليها في المركز الرابع مسيكه لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفه آل ثاني، انضمر السيد ناصر بن مسفر. وفي المركز الخامس لميا، وهي ايضا ضيفه قادمه من الامارات العربيه المتحده الشقيقه، نراها امامنا على الكادر التحتاني مباشره. لميا مالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر السيد محمد بن غدير، شو اسمه هذا؟ مضمر لميا. حمد بن راشد بن غدير الشتبي مضمر لميا اللي خذت المركز الرابع. المركز الخامس ملوح، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد ال مكتوم، المضمر السيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز الخامس السات مسيكه دخول الله البحيرية تبحر في الشحانية، البحيرية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، المضمر السيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، تلاحقها مسيكة لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة، ومضمرها ناصر بن مسفر في المركز الثامن. الدوحة لسمو الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، المضمر السيد ناصر بن مسفر. وفي المركز التاسع مزون في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر السيد فيصل بن طالب بن شريم. والعاشرة اللي هي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هذه العاشرة اللي هي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وحمد بن راشد بن غدير مسؤول التضمير.
الله يا سلام، شعار ابو خليفه، شعار ابو خليفه، شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الامارات العربيه المتحده الشقيقه، ينفرد، ينفرد بهذا المكان، ينفرد بهذا المكان وبهذا الموقع. واتمنى من الزميل المخرج احمد الحمادي ان يلفت انتباه السادة المشاهدين للفارق ما بينها وبين بقية المراكز. الله، شوفوا 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 شوفوا، يا سلام، يا سلالة الذهب، يا سلالة الذهب، والذهب غالي، والذهب غالي، وريام تحقق شيء غالي، تحقق شيء غالي يعنيها ويعني الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بينما أريام تقل وتحمل شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويضمرها المضمر السعيد بن مطر بن فرحة. الله، يا هي فرحة يا أبو مطر، يا هي فرحة. عموما نقلة 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 على المركز الثاني، والخدوم الخطير والملموس للبحيرية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد أحمد بن سلطان السويدي. يلا يا السويدي، لحق على أبو خالد، لحق على. الله، يا سلام يا سلام، هذه بداية، هذه بداية، هذه بداية. شوفوا شوفوا شوفوا، يا سلام، تهانينا، تهانينا نزفها عبر الشاشات التلفزيون وعلى الهواء مباشرة إلى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على فوز أريام. تهانينا وتهانينا لمضمرها السيد مطر سعيد بن مطر بن فرحة الجتبي، بينما المركز الثاني بحرية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، مضمرها السيد أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والثالثة ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر السيد أحمد بن سلطان بن رشيد الدوحة. في المركز الرابع لسمو الشيخ حسين بن عبد الله بن خليفة الثاني، والخامسة ند الشبة، الخامسة ند الشبة لسمو الشيخ حمدان، هذه الخامسة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وهو في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، السابعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والثامنة لسمو الشيخ حسين بن عبد الله بن خليفة الثاني، وفي المركز التاسع لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، والعاشرة إذا تمكننا أيضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، حقق أبناء الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفوز بأول مناسبة قوية للبكار، أولى مناسبات البكار الثمينة حققها شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وهذه أمامنا، هذه هي أمامنا أريام، قطعت المسافة بتوقيت زمني ممتاز لم يسبق له مثيل، توقيتها لمسافة 5 كيلومترات هو 7 دقائق و59 ثانية و23 جزء من الثانية. تهانينا نزفها مرة أخرى من القلوب إلى كل الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وخصوصا إلى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة المذكورة. أيها الإخوة، أيضا